ألو، أنا سعاد من ليبيا. خير يا شيخ؟ مرحبا يا اختي، تفضلي. شيخ، أنا حلمت إني لقيت حلم في مكان كيف قاحة فيها وكنت لابسة بدلة فرح لا لا وطرحة. لا اختي، شوي شوي علي من الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، شو الحلم؟ حلمت في مكان كيف قاعة، المكان هذا في قاعة فيه ناس قليلة مش واجد، ايوه وكنت لابسة بدلة فرح وكنت ايوه لسه صراحة وبس التسريحة مش مذكرتها وكنتش حاطة مكياج، طيب وكان واحدة اسمها أسنان عرفها بنت دي. هي جت تلطح في وجهي بالحبر البنفسجي من أنفي إلى ذقني اللي بلون البنفسجي، وبعدين جاء أخويا الكبير قال لي شنو هذا حطيتها في وجهي، فقال لي شنو حطيتها في وجهي، خد منديل وبعدين مسح فيه، بعدين قال لي امحي امحي، وقال لي وقلت لاختي الكبيره هتنزل، طلعت لي الشنطه علبه مكياج، قالت لي هذا جديد، وخد منديل خويا الكبير وبعدين مسح لي في وجهي. بعدين انا ذهبت المريه، لقيت الحبر هذا ما فيش، بكبيت شويه من داخل اللوطه، لقيت نمحه. بعدين اختي جات لاخويا قالت له جيب لها سلي هاي اللي جابت لها العلبه هذه من كير، قالت لها في احمر خدودي مهم يا اخويا، قال لها ب 40 جنيه، وهذه هي الحنه. شو مريضة أنت الظاهر؟ عندك مشاكل صحية واضحة؟ لا لا، مش لا مشاكل يا شيخ، بس انا هيك ما نفسي رجع نفسي بكون عشان جالسه. لا شوي شوي علي، شو بتقول ياسر؟ لا نرضي بكم بدان وتركتي طبيعتي، أيوة أنت آنسة بس ولا متزوجة؟ أنا مطلقة. مطلقة، الحلم قبل الطلاق ولا بعد؟ لا بعد يعني بعد. من نفس أسبوعين أنت بالشهر يعني. طيب عندك أبناء أو ما عندك خلفة من لا المرض؟ لا 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 لا، مفيش. طيب هو الحلم أختي الكريمة دلالة على أن ما زال عليك الصبر والتحمل وتجاوز العقبات. أنصحك دائما برقية نفسك رقية كاملة، اخرجي صدقة عن نفسك، ونصيحة لا تروحي إلى جماعة اللي هم يقول لك فيك السحر وما فيك السحر، هذا بعلم الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لحالك هناك مشكلة قد تظهر لك صحية، أنصحك بمراجعة الأطباء بشكل عام، تشييك عام إذا أمكن. ولكن بالنسبة لك واضح أن مشاكلك لم تنتهي عند ذلك الحد، وربما اختبارك يكون اختبار أصعب، ولكن دائما كلما زادت صعوبة الاختبار كلما زادت عظمة النتائج والأجر. فلا تحزني ولا تغضبي، فأنت بين يدي الله سبحانه وتعالى وحفظه إن شاء الله. ولكن عليك المتابعة بالرقية، النفس ارقي نفسك بنفسك، المتابعة بالصدقة قدر الإمكان عن نفسك، وحاولي أن تراجعي طبيب، فحص عام، فحص عام، والله أعلم.